السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، نتمنى نلقاكم في صحة جيدة. الخوت، اليوم غادي نتكلم معكم في جوج ديال المواضيع. الموضوع الأول الخوت هو يعني العدد كبير ديال الأسر المغربية والأسر المسلمة هنا في أوروبا بدات كتفقد الحضانة ديال الأبناء ديالها. اليوم جبنا أم مغربية كذلك من فرنسا، وواحد المشهد مؤثر وهي كيحيدوا لها الطفل ديالها. كيفاش الخوت تتخيلوا في هذا الشهر الكريم وفي هذا رمضان ام كيحيدوا ليها الابن ديالها؟ وغادي نحاولوا نشوفوا شنو هي الاسباب. وشفنا الخوت هادشي كثير خاصه في هذا الشهر الكريم، شفنا في الطاليان حيدوا العائله المغربيه الابناء ديالها، في فرنسا، في بريطانيا، في اسبانيا. ما هي الاسباب؟ كذلك الخوت غادي نحاولوا ان نتكلموا في الموضوع ديال الهجمه الصهيونيه على البيت المقدس في هذا الشهر الكريم، وكما شفتوا البارح هجموا على المصلين وضربوا المعتكفات في المسجد الاقصى. وغادي نتكلموا شنو هو حنا كمسلمين في هذا الشهر الكريم، ما هو الواجب علينا تجاه الاقصى، ما هو الواجب علينا. اذا خذ نبداو بالفيديو الاول، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج. هذه الايام راه اللايكات طاحت، ما بقيتوش كتفاعلوا معنا بزاف، ما عرفتش ما هو السبب. حنا كنديروا مجهود باش كنجيبوا لكم المعلومه، فما تبخلوش علينا باللايكات. اذا خذ نبداو بالفيديو الاول ديال هذه الام المغربيه اللي فرنسا كيحيدوا الابن ديالها. لاحظوا الخوت، شوف كيفاش ساكن دري صغير كيحيدوا الامو. Voilà comme on arrache des enfants victimes de violences. Voilà, violence et viol. Non, qui voulait me l'embarrer, je suis embarré chez le déo, embarré comme un mot. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, il y a le short, il y a le short, il y a le short. شوفوا الخوت على المشهد، مشهد واش هذه حقوق؟ شوفوا واش كيسحبوه، الأم ديال الكبدة ديالها كتقطع. Voilà mes enfants victimes de viol. J'ai fait écouter les audios à tout le monde. Voilà. كما شفتوا الخوت، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن في فرنسا، لكم أن تتخيلوا بأن الطفل بعدا ما فهمتش، كيقول لك حق الإنسان، حق الأطفال، داكشي فينا هو هادشي، وكيتناغوا دائما بالدول الديمقراطية. أول حاجة فاش كتحيد هاد الطفل هذا، وكنشوفوا بأن يعني ماشي مو كتعذبوا ولا شي حاجة، يعني شو هو لاصق في مو باغي مسكين يبقى معاها. اول حاجه النفسيه ديال داك الدري فاش غادي يديوه تفرقوا على مو بهالطريقه هذه، يعني غادي يحقد على الدوله، وغادي يحقد على داك البوليس اللي هذا، وغادي يحقد على كل شيء، غادي يطلع الطفل مريض مسكين نفسيا. زائد ان الام ديالو، يعني لكم انت تتصوروا ان الام كيفاش غادي تعاني وهي كيحيدوا لها الابن ديالها. وشفنا بان هاد الايام الخوت شفنا بزاف ديال الاسر، جبت لكم داك المره من طاليا، من بريطانيا، الان فرنسا، في اسبانيا. ما هو السبب الخوت؟ حاولوا ندخلوا لي كومونتير نشوفوا التفاعل ديال الناس اش كيقولوا، لان بزاف في لي كومونتير كيقولوا صافي خصنا نرجعوا لبلداننا الاصليه، يعني نرجعوا في حياتنا للمغرب. بزاف ديال الجاليه المغربيه الان هذا هو الراي ديالها. شوفوا الخوت لي كومونتير ديال الناس. خوتي انا خوتي اللي عنده دار في المغرب يرجع ويدير شي مشروع يعيش به ويربي وليداته. هادو الاراء ديال الجاليه المغربيه. هادو يعني هاد السيده هادي قالت لك خصنا نرجعوا في حياتنا للبلاد. كيقول لك حقوق الطفل، وما كيفكروش في نفسيه الطفل ملي يحيدوا بديك الطريقه لمو. شوف بعد شي وحدين عاوتاني كيقول لك قطران بلادي ولا عسل البلدان، الله يكون في عونها. يعني بزاف دابا بداو كيفكروا بان الرجوع للمغرب، لا كنت انا جاي لبلادي، جاي لاوروبا باش نحسن الوضعيه وكذا، وفي الاخر ديو لي ولادي ما تبقاش عندي، ردوا لي الروح ديالي، يعني ما بقاش داك الحلاوه. اذا شوف الجاليه ديال الاراء ديال الجاليه الخوت. الله حتى شوف ما قدرناش نشوفه في فيديو حسن عوانك اختي، الله يصوب ليك ويدير ليك تاويل ديال الخير. نعم الخوت، شكون اللي قد يشوف هذا الفيديو وانت كتشوف ام كيحيدوا الكبده ديالها امام عينيها؟ ما يحس بها غير اللي عنده اولاد. بكاتني الله يصبرها على فراق ولادها، امين. كون كنت في بلاصتها ناخذ ولدي ونسكن غير في الجبال ونخلي ليهم هاد الحضاره. نفس الشيء في اسبانيا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. شوفوا الخوت يعني لي كومونتير بزاف بزاف ديال الناس، كل واحد كيفاش كيعبر. كانت المراه جالسه في بلادها مع وليداتها مبرعه، ما بقات تبغي تجمع والخدمه حتى لقات راسها لا ولاد لا فلوس لا راحه. يعني كتقول لك
هادو الناس المواجهه كيقول لك يعني من الاحسن للبلد. كلشي الان كيقول لك الرجوع للمغرب، لان مادام وصلوا لنا حتى لوليداتنا يعني كيقول لك اللهم بلادنا، اللهم نعاني اقتصاديا ولا هنايا يديو لنا الروح ديالنا نعيشو. ما يمكنش اي عائله تخيل انها غادي يديو لها وليداتها كيفاش غادي تعيش. فالله يحسن العون حقيقه. واش ما كيفكروش لهذا الطفل صعيب يعيش بلا والديه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واش هذا الشيء بالسيف على الناس بدون سبب ياخذوا ولادهم؟ واش السيبه؟ ويلي شي حد يفهمني. ما كتكون السيبه ولكن كتكون لاسباب تافهه. شوفوا الخوت، صحيح كلام، صحيح كلامك، مرات عم، مرات عم ابي حيدوا ليها اطفالها اكثر من 50 سنه ولم تعرف عنهم حتى خبر، حتى كبروا وبحثوا عن اخوالهم لكن امهم توفت فاش رجعوا كانوا جنود فرنسا. تخيلوا الخوت، هذه قصة أخرى. 50 عام باش داو لولادها، ما عرفت عليهم والو حتى كبروا هما، بداو كيقلبوا لقاو فقط خوالهم، الأم لقاوها توفات. يعني هذه من يعني من الأوجاع. اكتفوا الخوت بهذا القدر هذا. أنا خدامة في فويه فيه غير ولاد مسلمين، والله يقطعوا القلب. ردوا البال وليداتكم في ليكول، في مطاعم ديال المدرسة، هذا الشيء كيقطع القلب، كيبقاو فيا مساكن. يعني هذه خدامة معاهم في السنترو، قالت قالت لك يعني اللي كيديو غير ولاد المسلمين، غير ولاد المهاجرين، ولاد المسلمين بالضبط هما اللي كيديوهم الخيريات، اما ولاد الخيطانوس ولاد الفرنسيس والاسبان والطاليون ما كيديوهمش بزاف. هذه يعني السيدة خدامة تما فخلات التعليق. فنتمنوا الله السلامة والعافية الخوت، حضوا وليداتكم ورزقكم بخير. دابا الأسباب تافهة كيجيو يحيدوا لكم وليداتكم. ما نبغيوش نشوفوا هاد الأوجاع، ما نبغيوش نشوفوا هاد الأوجاع. الخوت نتكلموا على الموضوع الثاني اللي هو حقيقة عاوتاني كيوجعنا في هذا الشهر الكريم، اللي هو موضوع ديال خوتنا الفلسطينيين. شوفوا الخوت كيفاش البارح الكيان الصهيوني كيفاش هجم على البيت المقدس، ثالث الحرمين الشريفين، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم منو عرج الى السماء. شوفوا الخوت، شوفوا كيفاش المرابطين مساكن اللي كيصلاو تما كيفاش هجموا عليهم جنود الاحتلال البارح، وكيفاش ربطوهم، وكيفاش سلخوا العيالات البارح، سلخوا معصا البارح النساء المسلمات في القدس كيفاش سلخوا معصا، وحنا جالسين فيها نائم، والدول العربيه والمسلمه كل واحد كيقول بانه راه صايم، بانه راه كيطلب الله وهذا، وخوتنا المسلمين تنتهكوا اعراضهم في فلسطين. شوفوا الخوت البارح على 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 هجوم همجي. شوفوا خوتنا المرابطين الله يجزيهم بخير كيفاش بقاو مرابطين الفلسطينيين داخل القدس. لاحظوا الفيديو كيفاش الخوت كيفاش مرابطين في هذا الشهر صغيرا وكبيرا، وكيهجم عليهم الاحتلال وكيضربها مع صار. كاين شي فيديوهات ما بغيتش نشرها ليكم لان اليوتيوب كيوقفها ملينا، فيديوهات كيفاش الاحتلال كيضرب في النساء المرابطات. فالخوت سؤال، ماذا علينا نحن كمسلمين؟ كمسلمين حنا كنشوفوا بان المقدسات ديال المسلمين تنتهك، وبان الاعراض ديال المسلمات تنتهك في القدس من طرف الصهاينه، طرف المجرمين. ما هو الدور علينا حنا؟ بالله عليكم حنا ما عندناش يعني القرار ديال التدخل، وهذا قرار يعني ديال الدول. كنشوفوا الدول كامله متواطئه، جميع الدول الاسلاميه متواطئه مع اسرائيل. الان حنا كمسلمين ما فيدناش القرار، كما نقولوا العين بصيره واليد قصيره، ما عندنا حتى شي لا حول لنا ولا قوه. اللي عندنا هو اننا الدعاء ثم الدعاء، الدعاء في هذا الشهر الكريم بنصر اخواننا، وبان ربي يثبت اقدامهم في المسجد الاقصى، وبان ربي يكون معاهم ويرسل عليهم جنود لتساعدهم، لان الجنود المسلمين الجنود لا 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 العربيه نائمه وباعت الماتش، باعت الماتش للصهاينه. الان هذوك مساكن بوحدهم تما المعتكفين كيواجهوا في العسكر جاي عندهم ديال الجيش الاسرائيلي بسلاحهم بصدورهم عاليه وبالقران وبالايمان ديالهم. نسد عليهم وندعو لهم في الصلوات وفي السجود ديالنا وفي القيام وفي جميع في اي واحد في الافطار الله يجزيكم بخير كاع اللي يشوف الفيديو اليوم في الفطور وانت شادك التميره وكتقول يعني الدعاء ديال انك تفرق الصيام ديالك، فالله يجزيكم بخير. هذيك لحظة استجابة، دعوا مع خوتكم الفلسطينيين، دعوا مع خوتكم في القدس، هذا هو أقل ما يمكن أنكم ديروا. عارفين هذه الفترة هذه ديال أنكم فاش كتفرق الصيام ديالك كتكون الدعوة مستجابة كما جاء في الحديث، فالله يجزيكم بخير، استغلوا هذه الوضعية هذه ودعوا إلى الله عز وجل بأنه يثبت أقدامهم وينصرهم على اليهود ويحرر الأقصى، وإن شاء الله
ما شاء الله الخوت، ما شاء الله. عرفتي كتشوف هاد الفيديوهات هادو فحال هكا، راه اللسان يعجز، راه كتشوف نساء يعني واقفات في الصدور ديالهم كيواجهوا في الآلة الحربية ديال الصهاينة والجيوش بأعتى يعني بأحدث التطورات ديالها، نعسف التكنات العسكرية في الدول المسلمة وفي الدول العربية. أين هو يعني خادم الحرمين الشريفين؟ وأنا هو زعما الملوك والرؤساء ديال الدول الإسلامية كاملة، والو كيتفرجوا ساكتين. أقل ما كيديروا كيكتبوا يعني واحد التنديد وكيخرج، ماشي تا تنديد، يقول لك فرص السلام يعني دابا بدات كتهذا، يعني تا التنديد ما كيقدوش يقولوه، تيقولوا نندد بهذا الإجرام اللي كدير إسرائيل في حق خوتنا الفلسطينيين وفي حق المقدسات. للأسف الخوت ما علينا إلا الدعاء. أحبكم في الله، كان معكم أخوكم مصطفى البردي، إلى اللقاء.